سي واجدي الصيد التحق بنا. سي واجدي شنو احوالك؟ السلام عليكم. مرحبا بالاخوين الكل. شنو الامور؟ الامور من ناحيه منتخب نتيجه لاباس. خلينا اسال امورك انت ساعه قبل المنتخب. الحمد لله الحمد لله لاباس. خلينا ناخذ رايك في الماتش ساعه كلمه قبل ما ندخل في التفاصيل. كيف شفت الماتش بتاع المنتخب اليوم؟ بون الماتش اذا كان نكونوا واقعيين يعني بصراحه اذا كان من ناحيه النتيجه يعني نعتبروها نتيجه ايجابيه جدا باعتبار انه الفريق الزامبي هو المنافس الكبير نتاعنا يعني في المجموعه، ولو ان المجموعه هذه راهي ما هي الا خطوه نحو الترشح لانه بعد صحيح مازال من بعد. فهمتني؟ من ناحيه النتيجه يعني نتيجه ايجابيه جدا. من ناحيه الاداء ما تبدل حتى شيء في المنتخب، نفس الاداء نفس الوضعيه نتاع الفريق، ما تماش تحسن ملحوظ من ناحيه الاداء، ما تماش طابع خاص نتاع المنتخب، تماش كشيء تماش ما نعرفوش ليكيب ناسيونال تاعنا كيفاش تلعب من الناحيه الهجوميه على شنو تعتمد. فهمتني؟ جاتنا ظروف ممتازه جدا وانه باش نلعبوا على الهجومات المرتده في الشوط الثاني. فهمتني؟ لكن باري كاننا ماناش خادمين منيح الكره المرتده، لان كنا نجموا نلقاو مساحات، لقينا مساحات كبيره برشا لكن ما استغليناهاش. الكرات الثابته ماهيش ناجحه في المنتخب بصراحه، ماناش ناجحين في الكره الثابته لا في الركنيات، بالرغم الكم الهائل تاع الركنيات والمخالفات اللي جاونا في الماتش الاول والماتش الثاني. يعني هذه ثم بعض النقاط السلبيه بصفه عامه، لكن من الناحيه الايجابيه بصراحه اليوم من الناحيه الايجابيه الفرديه بالنسبه لي انا فاروق بالمستوى يعني منعنا تنجم تقول على الاقل من التعادل. كنا نجموا على الاقل نخرجوا بالتعادل يعني. منعنا من درجي اللاعب زاد في الميكرو اي نتاعنا اختصاصنا ما فيش اشكال. اي ما قصرش المره هذه فاروق، كل واحد وقت اللي يلعب ماتش باهي نقولوا لعب ماتش باهي، المره هذه فاروق بالمستوى عاد ما تشوف براتيكمون سون فوت. فهمتني؟ لكن الاداء في حاجه وانه يتحسن، علاش نقول لازم يتحسن الاداء بالرغم من النتيجه الايجابيه كما قلت، لانه الماتشات اللي جايين من بعد في المرحله الثانيه راهو باش نلعبوا مع دمادم تاع الافريق، راهو باش يبقاو 10 منتخبات باش يتعداو خمسه ويروحوا خمسه، دونك باش تلقى شكون قدامك؟ باش تلقى كوت ديفوار، تلقى الجزائر، تلقى المغرب، معناها ما يسامحوناش، ما يعديوناش، ثم عندنا معناها منتخب يلعب اقل ما يمكن الاخطاء، منتخب يعني يحسن الكرات الثابته، منتخب يلعب الكرات المرتده يعني بكل معناها فاعليه. بصراحه ثم عديد النقاط اللي لازم يزيد يشتغل عليها المدرب باش يعطي شويه طمانينه على الاقل للجمهور الرياضي في تونس. نحكي اكثر تفاصيل كمان. الشوط الاول قبلنا برشا ضغط كما قال سامي، تقريبا برشا فرص للمنتخب الزامبي، فنيا علاش شنو السبب وصلنا برشا للكاش؟ بتتر على خاطر انا نشوف اللي يمكن سجلنا الهدف اللي سجلناه اوتوماتيكمون يعني اللاعبين حبوا يستحفظوا على 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 النتيجه. انا نشوف اللي المنتخب كما كان يحكي توا سامي الاسماء اللي موجوده واللاعبين اللي موجوده شوط كامل خلقنا فرصه واحده براتيكمون ما يعني دونك ما كانتش كي تقول لي علي معلول على اليسار وحمزه مثلوثي على اليمين سو سون دو زارير لاتيرو اوفنسيف يعني قوتهم وين؟ قوتهم ديما في لابور اوفنسيف وقت اللي حمزه مثلوثي باش يخدم على اليمين ولا علي معلول يخدم على اليسار لي سون با وقت اللي انت حاجتك دو لاتيرو باش يقعد وما يطلعش كنت تنجم تغير تحط زوج لاعبين اخرين في بلايصهم لكن وقت اللي تشوف حمزه وعلي دونك تعرف اللي الفريق بيرمون اوفنسيف يعني يلفا اتاكي العكس اللي شفناه اليوم. شوف قاعدين نخسروا في برشا وقت خاصة يعني كنشوفوا المباريات الأخيرة نتاع المنتخب قاعدين نضيعوا في برشا وقت. مباراة الجزائر ضيعنا براتيكمون 30 مينوت اون افي كاش، المباراة اللي فاتت كي جينا ضد منتخب آخر ضيعنا 45 دقيقة كنا نجموا نتعداو كوتي كيف المباراة نتاع اليوم ماركينا سجلنا الهدف الأولاني بعديك الناس الكل اونتي يعني خايفين الناس الكل خايفة الناس الكل باش ما تقبلش فاروق بالمصطفى عدا مقابلة كبيرة برافو ليه لكن ديما ماذا بينا نشوفوا المنتخب كما قالك يعني عنده ان اوبجيكتيف فما ديكرياسيون فما ان فان جو يعني نجموا نعرفوا شنو قاعدين نعملوا مش لا كرة ثابتة استغليناهم لا 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 الجاهزية تاع اللاعبين تاع بعض اللاعبين استغليناهم دونك انا حقيقة نتمنى نشوف الأداء نتاع المنتخب أحسن بكثير خاطرنا قادرين باش يكون الأداء نتاعنا أحسن بكثير. شنو حبيت تعلق فيه؟ لا السؤال اللي أنت اللي سألته قبلنا نحن اللاعب
توا احنا وقت نهبطوا زوز لاعبي اطراف معناتها دو زاريات لاتيرو اوفنسيف، شنو الهدف نتاعو؟ الهدف نتاعو انه ما تخليش الفريق معناتها ادفيرس يضغط عليك كما تحب انت، توخر له لي بيسونتر نتاعو، انت وقت عندك معلول يمشي على اليسار ولا عندك الاخر يمشي على اليمين، ما عادش ينجموا يجيو هما لي بيسونتر نتاع الفريق ادفيرس يولي يوخر التالي، وقت هذوكم ما يتحركوش. وزيد لاعبي وسط الميدان ما يتحركوش معناتها براتيكمون معناتها فما سوليسيون فوالا دونك تولي نقطة الاستفهام الكبيرة اللي قلتها أنت بلكشي منذر كبير قال المثلوثي والنبي المعلول استغفر الله فهمت قلت لك العلي معلول والمثلوثي ما تقدموش لأنه هذايا هو اللي شفناه معناتها هذاك الواقع قال لك هو قال لك هذوما الميزة متاعهم وانت تهبطهم مش يعطيو ان بلوس سور لو بلان اوفنسيف هذايا كل مسارش انت الاخر دقيقة كانوا يعدلوا لك الاخر دقيقة كانوا مش يربحوك ما تنساش معناتها ابارتير معناتها من الويتيام مينوت اللي هي ماهيش معناتها حتى البينالتي هذاك مش احنا جبناها معناتها ينجم حتى الحكم معناتها ما يزفرهاش لانه طلعوا مع بعضهم طلع معاه بالراس ضربت في يده الاخرى ما مشاتش للكون الكره هذيك ولا حاجه من الدقيقه 8 قبلنا ان نقبلوا اللعب افيك لي ريسك هذوك الكل اليوم شكون احسن لاعب في الفريق الوطني؟ احسن لاعب في الفريق الوطني هو فاروق بن مصطفى معناها انه الفريق نتاعنا سيطروا عليه كما يحبوا. بالنسبه لفاروق بن مصطفى ما زلتش صح في رايك انه معاذ حسن احسن جارديان تونسي بعد عمل ماتش محترم اليوم فاروق خاصه منعنا نجم نقولوا. شوف انا معايا كوارجي وانترينر شوف الحارس مرمى كمان اونترينر زاد نعم معناتها على باس وجدي لعب بقل الكرة الحارس المرمى اللي ما تغمضش عينيك معاه حارس المرمى اللي يشد لك ستة كور ويفلت لك كرة سهلة ما تنجمش تعول عليه انا قلت اعطيت رأي فني قلت انترانسيكمون بالنسبة لي انا معز حسن سوبيريور فاروق بن مصطفى وسوبيريور بن شريفية هذا رأي راهو ما يدخلش فيه للمشاكل انا قلت لك المشاكل الشخصية لشكون ينتمي كل انا قلت لك انترانسيكمون هو اول ما شد ليكيب ناسيونال تتذكر شنو اللي قال كبير خاطر ثم نقاش شكون لو برومي جارديان قال فاروق قال الامر محسوم الواه ما عادش هو تيتولير خاطر ما عادش اساسي في التراجي لا خاطر لا زاد يعمل اغلاط والواه يوصل انه يجيب معز حسن اللي هو ما عندوش فريق وما ينشطش لانه في الاخير ما عندوش ثقه في حارس مرمى ماذا بيا انا يكون معناتها يثبتوا اون فوا بور توت خاطر كان باش نمشيو لاي كومبيتيسيون راهو وما عندناش حارس اساسي ثابت حتى هو راه حتى في مخه معناتها حارس المرمى حتى في مخه حارس المرمى ما ينجمش ثلاثة حراس المرمى ما ينجموش يعطيه المردود يقول لك انا الغلطه الصغيره اللي باش نغلطها باش ندخل هذاك واحد وكل دونك تدخل بلبله اليوم ريزولتا دو لاكورس اليوم مازال ما عندناش حارس مرمى اساسي بور لو مومون سي فاروق بن مصطفى كما كان فاروق بن مصطفى كان في وقت مواقات معناتها كان بن شريفية كما في وقت مواقات ولا معز حسن لكن الامر هذايا مازال ما تحشمش دونك قلنا اليوم فاروق بن مصطفى هو احسن لاعب لانه الفريق الزامبي سيطر على اكثر من 75% من المباراة مازال عندنا سامحني اسلام احنا مشكلة كبيرة نتاع المجال مفتوح اللي حاب يتكلم تفضل لانه احنا يكون المنتخب الوحيد تقريبا نبالغ شوية كنقول في العالم اللي ما عندوش حارس مرمى اساسي معروف نمرو معروف معناها عليه اجماع منتخبات الكل في العالم معروف برومي جارديان فماش فلان لو برومي جارديان تونس شنو راجع تونس في تنبك الوجود لي جارديان بيوت الغوله يا مات عطوقة ويا مات معناها عبد الله وغيره وغير كان عطوقة لو برومي جارديان ما تقلقش سي وجدي شنو راجع شكري بريود كذا فهمتني دونك هذا يرجع للجارديان انفسهم اللي ماهم ثابتين في المستوى نتاعهم ولا المدرب ولا شكون بالضبط؟ لا ما نقولش مدرب انا لا اما المستوى نتاع الحراس يعني هو اولا متقارب وماهوش مستوى كبير لانهم كلهم قاعدين يغلطوا نعطيك حاجه اخرى انا توا بن مصطفى جارديان تيتولير توا بليكيب ناسيونال تيوريكمون ها حتى يكون براتيكمون بعد
ينجم يكون باش ريفي تيتولير في الاسبرانس اتو مومون شكون الموقف صحيح اتو مومون جمل معاها مثلوثي في الاتوال اتو مومون ينجم يكون مثلوثي يعني هما بيدهم اللي غارديان اللي موجودين في ليكيب ناسيونال ماهمش سور 100% باش يكونوا تيتولير في جمعيات كودير الور في ليكيب ناسيونال ولو انه جمل هو اللي اساسي في الاتوال قبل بلبوليا مبدئيا لا الماتش الاول الثاني دا كله بعد يفور بعد باش يقعد هو ولا لا النقطه هذه راهي ضرنا اكثر من اللي تنفعنا علاش ستابيليتي لا لا ابار الستابيليتي على خاطر في كل ايكيب ولا كل منتخب ثم برومي غارديان دوزيام غارديان ترويزيام غارديان برومي ما قادش البرومي غارديان خايف تماركلوش يبون تقول لك اه مالانا كيما صار في كوب دافريك اللي فات دونك il doit trancher ستاف تكنيك il doit trancher يلزم ثم برومي غارديان دوزيام غارديان ترويزيام غارديان دونك جست ملاحظه صغيره اكثر من هذاك ثلاثه معناتها ايا سوبوزون اللي بن شريفية ولا حتى الثلاثة هذوما اليوم في الفريق الوطني الحارس الأول ينجم يولي الحارس الثالث ديريكتومون والحارس الثالث ينجم يولي الحارس الأول معناتها باش نقول لك أنه المسألة راهو في غاية الأهمية وقت واحد يعرف روحه ينجم يتعوض في أي دقيقة ما ينجمش يلعب على امكانيات لي دو غارديان الاخرين ثاني خاصه بيان سور لي دو غارديان الاخرانيين ما كانوش موجودين في الستاج الاخراني في اللي ماتش ميكو ثلاثه لعبناهم ضد الجزائر ومالي وغيره وموريتانيا اظن فهمني كونغو ثلاثه ماتشات ميكو الجزائر ومالي دونك عملنا هنا في ترو ماتش ميكو جمل وش اسمه بن سعيد ما كانوش موجودين فهمني كان معز حسن هو تقريبا كنا نراه في معز حسن بالثقه اللي عطاه له المدرب باش يكون هو الحارس الاساسي يظل لعب على الاقل زوج ماتشات كمش ثلاثة سامحني انا قلت حاجه قلت انا معناتها تكنيكمون انترانسيكمون كل قلت انا رايي الخاص معز حسن سي لو ميور انا جون بارل ميتنون اون تيرم دو فالور وهذيا فيها نقاش فالور انترنسيك اما تو فالور اي هي اما في الـ في الـ في الفورمه والجاهزيه اظن انه بن مصطفى وجمال هو تاكيد لكلامك جاهزيه اكثر منه تاكيد لكلامك سي ولد اللي ما تبدل شيء معناها الشامبيونا واقفه بين الستاج اللي فات والستاج هذا ما تبدل شيء باش تعيط لجمال وبن سعيد كان ثم ضغط جماهيري كبير بالنسبه لمعز بن على الاعلام وضغط جماهيري بالنسبه لمعز حسن المنظر الكبير كان فسر قال وقتها كان يلعب مش يلعب ينشط في فريق على الاقل يتدرب لكن الى اليوم ما عندوش حتى جمعيه معناها اكيد وعلى ذاك يشوف جمعية في اقرب وقت ممكن لانه معز حسن هو قريب برشا من الكليوب ثم موجود الاتصال موجود مع معز حسن اذا كان يرجع يولي كومبيتيتيف معز حسن يكون عنده مكان في المنتخب ما نقولكش لو برومي غارديان ولا لا لكن باش يكون موجود في المنتخب اكيد لازمنا نعرفوا شكون لو برومي غارديان البرومي غارديان نعرفوا شكون لو برومي غارديان دخلنا التصفيات كاس العالم من دون معناتها السيرتيتود نتاع شكون الحارس الاول عنده مدة المستاذي مش من اليوم عنده مدة يعني اليوم معز حسن يرجع يكون عنده فريق يرجع برومي غارديان ها اي صحيح ولا لا بوسيبل مادام لعب ماتش ميكو بن شريفية اليوم يكون تيتولير في الاسبيرانس اي نجم يرجع ليكيب ناسيونال بيان سور اتو مومون فاروق يقعد على البنك في الاسبيرانس تاع الغارديان ماشي فاروق ترازيام غارديان اسلام انا وانت عندنا دو زونترينور هنا راهو ثلاثه جماعات راهو نجموا نلعبوا في ليكيب ناسيونال معناتها مش مشكله بكل 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 بون انا اطول منك بالكرش هذه يا ذنوبي انا هذا ما يمنعش اني فاروق بن مصطفى اليوم قدم مردود جيد جدا هو منعنا لو كان مش فريق اليوم منعنا يكون ماسيو فتعادل عادي البراد ممتازه جدا خاصه في اخر ماتش اللي براس يعني اللي بالراس يعني كانت تنجم كان حتى هو ماذا بين فريق كونفيرمي راهو باش يبقى هو يتمنى على المركز ماذا بين يلعب في الترجي ويلعب حتى ما تقول عودنا به شوف باش تبني كيب ناسيونال يونيكيب باش تبني يونيكيب وما عندكش ان غارديان بوت اللي مش هو يسمو ياخذ ثقه في روحه يسمو هو يعطي ثقه للديفونس ولليكيب الكل هو يعدي الثقه هذيك فهمني الزملاء وكل مش نلوجوا في غارديان اسمه هو ياخذ ثقه في نفسه المرحله هذيك لازم تعداوها نتاع هو ياخذ ثقه اسمه هو يعدي الثقه غارديان كي يبدا الديفونسيرات واقفين في عارفوا اللي وراهم ثم
صد منيع يعني كبير برشا وما ياخذ ثقه في نفسه شخصيه قويه برشا. هذا لازم يتوفر توا في المنتخب. باهي مازلنا باش نحكيو على مقابله المنتخب ومنتخب كذلك زامبيا. نحكيو بعد شويه على التغييرات اللي قام بهم منذ القبيله اليوم، 5 تغييرات باش نحكيو عليهم شويه. كيف كيف نحكيو على تركيبه وسط الميدان اليوم، وجود العيدوني الصخيري وكذلك فرجيني سيسي، شنو راي محلينا اليوم في الموضوع هذا. الاخبار تجيكم توت سويت مع سمية سمعي وبعد راجعين.